اهلا بيكم. في الجزء ده من محاضرتنا عن الاوفلاين كرييشن هنتكلم عن الفيديوز. الفيديوز يمكن هي الحته اللي بعضكم ما مارسهاش قبل كده، او لو مارسها ممكن يكون مارسها مثلا من خلال انه بيصور حاجات بالتليفون بسرعه ويرفعها او يعمل سيلفي او كده، which is good. احنا عايزين بس بسرعة نتعرف على بعض التولز اللي ممكن تستخدمها في ان انت تخلق محاضرة زي اللي احنا بنتكلم فيها مع بعض دلوقتي. احنا لما بنتكلم دلوقتي وانت بتشوف الفيديو ده، انا مسجله بسوفت وير اسمه OBS Studio، هوريه لكم دلوقتي. المهم بالسوفت وير ده انا بسجل الفيديو وبعدين بيطلع لي فايل، الفايل ده برفعه على يوتيوب. من يوتيوب انت بتتفرج على الفيديو ده دلوقتي، لكن انت ممكن بتعمل الفيديوهات سواء بتصور نفسك وانت بتتكلم، او بتصور نفسك وانت بتعمل حاجة كنوع من انواع الديمونستريشن للمحاضرة. ممكن بتصور تجربة او بتصور حاجة في الطبيعة عايز الطلبة او الترينيز بتوعك يشوفوها. فكل دي حاجات ممكن تستخدم فيها التليفون بتاعك، وممكن تستخدم الكمبيوتر، او ممكن تستخدم ويب كام تحطها على الكمبيوتر. طبعا اغلب الكمبيوترز دلوقتي بيبقى فيها كاميرا، عادة الريزولوشن بتاعتها مش كويسة، بس قد تغني عن حاجات كتير. ومع ذلك انت لو اشتريت كاميرا هاي ديفينيشن مش غاليه قوي من عند اي واحد من المحلات اللي بيبيع الاكسسوارز بتاعه الكمبيوترز، انا بكلمكم من واحده من دول دلوقتي اللي انتوا شايفيني فيها. دي كاميرا فيها مايك كمان، والمايك بتاعها احلى من المايك بتاع الكمبيوتر. وان كنت انا عارف ان انا عندي مشاكل في الصوت بتاع الفيديوز مش حلو، لا محتاج اكويبمنت تكون غاليه شويه، بس اعتقد ان الصوت مسموع. فالمهم انا بستخدم دلوقتي الكاميرا بالمايك بتاعها علشان اسجل لكم المحاضره دي. فانت ممكن تعمل كده وتستخدم وتطلع حاجه للمتدربين او للطلبه بتوعك. اخيرا زي ما قلت لك، مش اخيرا، انا اتكلمت عنها من شويه، ما تستكترش ان انت تستخدم التليفون في ان انت تعمل فيديو صغير. تعالوا بقى مع بعض نبص على شوية حاجات لها علاقة بـ creating the videos. انت زي ما قلنا ويب كام ومايك enough. ممكن وانت بتعمل الفيديو تحتاج تحط صورة، وده في السوفت وير بيعمله. يمكن التليفون لو حاولت تعمل عليه كده، انا معرفش يتعمل ازاي، بس كل يوم بيطلع ابلكيشنز جديده تقدر تستخدمها. ممكن انت بقى لو انت عايز تستثمر في مجال الفيديوز دي وتحط فيها فلوس، تقدر تعمل فعلا استوديو بسيط، خلفيه لطيفه، وتقدر تعمل الصوتيات بتاعتها كويس، تجيب مايكس من القيمه اللي نوعيه الصوت بتاعتها عاليه، وتبتدي تشتغل منها. كل ده ممكن، لكن كمان ممكن في الاخر تأجر واحد بروفيشنال يصورك ويعمل لك الايديتنج والاخراج وكل حاجه. طبعا كل دي تدرجات في التكاليف، انت ادرى بالبادجت بتاعتك وتقدر تستثمر قد ايه في الفيديوهات اللي انت عايز تعملها. في سوفت وير كتير، يمكن من اشهر الحاجات ادوبي فوتوشوب، وفي اظن اسمه ادوبي كرييتور. انا مش شاطر في حاجه ادوبي الحقيقه، لكن اعتقد ان واحد من اشهر السوفت وير اللي بيستخدم في الحاجات دي ادوبي او غيره. عندنا طبعا بقى الحاجات اللي ببلاش، وزي ما انتم شايفين انا بهتم قوي بالحاجه اللي ببلاش عشان تبقى افيلبل لكل الناس. اللي عايز يشتري حاجات اكثر تعقيدا وفيها امكانيات اكتر يقدر بقى يستثمر هو فلوسه بمعرفته. المهم اول حاجه عندنا على الكمبيوترز لغايه ويندوز 8 هتلاقي حاجه اسمها مايكروسوفت موفي ميكر. ده بينزل على الكمبيوتر، وده الحقيقه انت يمكن انا قعدت كذا سنه شغلي كله بالموفي ميكر، وكان بالنسبه لي الى حد ما كفايه، وكنت بعمل عليه شغل مش بطال، الايديتنج عليه مش صعب. هوريكم الموفي ميكر دلوقتي. لا
لما نزل ويندوز 10 ما نزلوش مع الموفي ميكر ونزلوا اديتنج تول تانية مع السوفت وير اللي اسمه موفيز. الحقيقة انا ما استخدمتهاش، فمش عشان ما لخبطكش مش هوريهولك، لكن لو انت بتشتغل على ويندوز 10 ممكن تحاول تنزل نسخة من الموفي ميكر وتعملها سيت اب، تبقى نسخة قديمة وتتعملها سيت اب على الويندوز، او تحاول تستخدم التول بتاعت الويندوز 10 اللي هي بتاعت موفيز دي اللي بتشغل عليها اي فيديو على الكمبيوتر. تالت حاجة او تاني حاجة بالنسبة لنا هي OBS Studio، ده السوفتوير اللي انا بستخدمه دلوقتي اللي انت شايفني من خلاله بسجل من عليه. اولا ادي الشاشة بتاعت الويندوز موفي ميكر، وانت هنا شايفها من خلال السلايد. خليني اوريك بسرعة الموفي ميكر لايف. فانت دلوقتي لحظة واحدة، انت اللي انت شايفه ده السلايد، ادي انا عامل سويتش دخلك على الموفي ميكر وهو شغال. لو تلاحظ دلوقتي وانا بسجل معاك ان انا صورتي باينة معاك في ناحيتين، ناحية الصورة الصغيرة اللي على جنب دي اللي هي واضحة شوية، الصورة التانية اللي واضحة من خلال السوفت وير بتاع الموفي ميكر دي مقطوع منها حتة، لان الحقيقة دي انا بصور هنا بالكاميرا بتاعت الكمبيوتر وبصور لك الصورة الأصلية بتاعتي اللي هي تحت على اليمين دي من الكاميرا الهاي ديفينيشن. فتلاحظ المهم ان انا دلوقتي قدامي كاميرتين شغالين، فواحدة منهم بس مغطية على التانية، لكن الـ لو كنسلنا هنا الجزء ده هتلاقي ادي الانترفيس بينزل لك الفيديو هنا في صورة شريط فيديو، تقدر تبص عليه وتتنقل منه وتعمل الاديتنج باستخدام التولز دي. لو انت فتحت الويندوز موفي ميكر هتقدر تستخدم التولز المختلفة وجربهم، هم بساط جدا والامكانيات بتاعته مش بطالة. اكيد طبعا الامكانيات بتاعت الحاجات البروفيشنال اعلى بكتير، بس لنا ولا انت شغلتنا التصوير والاخراج الفيديوز، وبالتالي احنا اللي يهمنا اكتر ان احنا نطلع فيديو بسيط في المعلومة اللي احنا عايزينها ويكون شكله مناسب مش اكتر. طيب ده بالنسبة للموفي ميكر. لو اتنقلنا مع بعض دلوقتي علشان نشوف ايه التول التانية اللي انا كنت عايز اعرفكم عليها، اسمها OBS Studio. انا اخد لك هنا سكرين شوت لان للأسف مش هقدر اعمل لك OBS مش بيصور نفسه. اوكي فانا حاطط مثلا هنا الاو بي اس ستوديو، انا بيظهر عندي انترفيس زي اللي انت شايفه ده، المساحه اللي في النص دي مساحه بتبقى سوداء، تقدر انت تحط عليها اللي انت عاوزه، تحطه ده ممكن يبقى صوره من الفيديو، سوري ممكن يبقى عباره عن واحد من الويندوز عن طريق ان انت بتخلق ويندو، او ان انت تحط صوره ثابته. انا هنا حاطط صوره ليا من حوالي 30 سنه مثلا وانا عامل موديل طياره موديل، كنت بجربها لما كنت في الكلية. المهم ان انت تقدر تعمل حاجات مختلفة وتعمل تول وتطلع فيديوهات يعني فيها سنة تعقيد عن الموفي ميكر. استخدام الاو بي اس ستوديو اسهل بكتير من البروفيشنال سوفت وير، برضو مازال سهل جدا ان انت تتعلمه وتجرب فيه، واذا ما عندكش وقت مجرد الانيشال سيتنج الديفولت سيتنج بتقدر تستخدمه على طول وهتلاقيه برضو مش صعب. طبعا على اسوأ الفروض هتعمل ايه؟ هتستخدم الكاميرا بتاعت التليفون بتاعك، which I don't recommend so much يعني. المهم ان انت تقدر بعد تروح على الموفي ميكر وتنزله، سوري على الاو بي اس ستوديو وتنزله، واللينك انا حاططها لك برضو تحت الفيديو ده، تلاقيها في اللسن بتاع الاوفلاين كرييشن. تقدر تنزل الاو بي اس ستوديو وتعمله سيت اب وتبتدي تشتغل عليه. هو بياخد وقت اطول شويه في السيت اب من الموفي ميكر، لكن امكانياته اكبر بكتير، ما زالت اقل من البروفيشنال سوفت وير لكن امكانياته جميله جدا.
دي الجزء الثاني من الاوفلاين كرييشن، وزي ما شفتوا دي محاضره قصيره، انا مش بتكلم كتير بس جست بنبهك لبعض النقط. انا محتاج منك حته اساينمنت ثانيه بقى، معلش. الاساينمنت الثانيه ان انت تعمل لي فيديو قصير around 2 minutes 1 to 2 minutes، استخدم فيه التليفون، استخدم فيه الموفي ميكر، استخدم فيه اي تول ثانيه تحب تعملها. المفروض ان هي جزء من المحاضره بتاعتك بتقدمها، وهتبعتها لنا برضو على الجوجل كلاس روم. فدلوقتي احنا عندنا تو اساينمنتس صغيرين في المحاضره دي، عايزين بقى نطلع بعديها على المحاضره اللي جايه، اللي هي محاضره ان شاء الله الاونلاين كرييشن، اللي هي ارجو انها تبقى مور انترستنج. انا عارف ان دي ممكن تكون بالنسبه لبعضكم فيها تكرار كتير. اللي جاي ان شاء الله هيبقى في حاجات مختلفه، بعضها برضو اللي انت تعرفه وبعضها الجديد، وعشان كده احنا دايما بنعدي في كورسات كتيرة وبنتعلم دايما، لان دايما بنلاقي حاجة جديدة حتى لو كانت محاطة ببعض الحاجات اللي احنا عارفينها قبل كده. اشوفكم ان شاء الله في المحاضرة الجاية، ومتنسوش تعملوا الهومورك.